حكم محمد يا عشاق الطائي. لا هي ما كانت فيه مادة أو بند بالاحتراف إنه ما راح ينتقل اللاعب إلا موافقة ناديه. يعني هذه ولو القرار قرارك؟ لا ممكن أتفاهم، ممكن أتفاهم معه بالعرض اللي إيه، لأن هذه فرصة يا خالد، ما تجيك جت 94 أجاكس وقلنا ما فيه، لكن لما يجيك نادي كبير زي هذا، أعتقد حتى مباراتنا احنا وشو اسمه والدنمارك كان بعد المباراة شمايكل نفس الطريقة قال لي، قال لي أنا أسمع أن كذا، عندي مترجم، كان عندي منشطات أنا مترجم لبناني دائما معانا، تكلم بالموضوع.